السياق المستشار يعني المحاكم مختصة بنظر الشق المستعجل، لكن تأذنين ناخد الأستاذة نجاة ونتكلم. أستاذة نجاة تفضلي يا فندم. استاذة نجاة صوتك بعيد. ايوه معاك اهو. اتفضلي. تمام اتفضلي. ابني واخد شقة. ايوه يا فندم. في مسترد. ايوه. صاحبة البيت اتوفت. وما أيوة. كانش معاها عيال وجوزها كان كاتب لها العمارة. واخدها تمليك ولا ايجار؟ لا ايجار، ايجار عقد مفتوح. عقد مفتوح من امتى يا فندم؟ بقالها 6 سنين. مفيش 6 سنين، يعني المفروض من 2014 لازم يكون عقد محدد المده يا فندم مش لا مفتوح. لا ده عقد مفتوح 58 سنه. يعني 59 مكتوب 59 يعني؟ ولا مكتوب مفتوح؟ لا هو مكتوب عقد 59 سنه. تمام. صاحبة البيت ماتت وما كانش معاها عيال، وجم اهل الراجل اتعادوا مع اهل الست، وجم مش عارفين ياخدوا حق ولا باطل مع بعض، واحنا مش عارفين ندي الايجار لمين. رحنا المحكمة قالوا لا ما تدفعوش الإيجار لما نشوف العمارة ترسى على مين، وبقالهم 2 أو 3 سنين ما دفعناش الإيجار. طب ما دفعتوش ليه في المحكمة؟ المحكمة اعترضت ليه يا فندم؟ المحكمة قالت لك احنا مش عارفين هتدفعوا باسم مين. مفيش الكلام ده يا فندم، حضرتك بتعددي في الإنذار بتاعك مين ورثة المؤجر الأصلي اللي هي الزوجة وقرايبه، هتعرضي على أي حد منهم وتبرئي ذمتك. مفيش مش من حقه. قال لك مفيش لها حد، مش مكتوبه باسم حد غير المتوفيه، وهو الاهالي بتضرب في بعضيها ومقوم المحاكم على بعض مش عارفينها ترسى على مين. حضرتك مش ليه زوجه؟ ميت ماتت. وليه اولاد يا فندم؟ لا مالهوش اولاد. طيب لا. عارفه قرايبه الورثه؟ عارفين اخوات مراته، وجم بعتوا ناس. اعلام الوراثه طالع باسم مين يا فندم؟ الايه؟ اعلام الوراثه. مش عارفين، ما حدش راضي يدلنا. طب استاذه نجاة. ايوه. الامر ده عليكم انتوا بس ولا على باقي سكان العماره؟ على السكان. ضحكوا، جم اهل الراجل ضحكوا على السكان وغيروا لهم العقودات، واحنا ما رضيناش نغير العقد. لا اوعى تغير العقد. ما رضيناش. تمام، بس برضو يعني سياده المستشار هيرد على حضرتك انه لازم تدفع القيمه الايجاريه يا فندم. هيرد على حضرتك ايه هو الاجراء الصحيح. شكرا. ايوه يقول لي أعلى. شكرا يا فندم. تعمل ايه يا فندم هنا؟ اولا بس هي ما تغيرش العقد مع اي حد من الورثه، لان هو المفروض اي حد من الورثه اللي هيقول اليه العقار بيعمل لهم حاجه اسمها حواله حق. بيقول لهم ان انا دلوقتي اللي اصبح ليا حواله حق هذه العقود بموجب حواله حق، بتجي لهم بانذار رسمي على المحضر. وهنا ما يغيروش العقود، يعني ما يجيش يقول له انا يعني هو عدم تغيير العقود ده افضل عملتها. ما تغيروش العقود. تمام. طب تبرأ ذمتها ازاي يا فندم؟ ممكن تروح تدفع تحت حساب الضريبه العقاريه في الضرائب العقاريه، بس بشهر بشهر. ممكن شهر بشهر، يعني مش لازم تعمل انذار بالمبلغ. تحت حساب الضريبه العقاريه بالنسبه لها بتسدد سدادا ليها، يعني تعرف الضرائب العقاريه اللي يخصها العقار فيه. عشان العقار اساسا بيبقى عليه ضريبه. هي تبرأ ذمتها، تحط الايداع ديت بمناوله فلان تحت حساب الاجره. ممكن ده طريق تاني غير المحكمه. ده طريق تاني غير المحكمه، بس الافضل هي تعمل تشوف مين اخواته او مين اللي على الاقل هيتضمنوا اعلام الوراثه بداهه، وتعمل له انذار عرض اجره مبرئ لذمتها قبل ما تروح العوائد، وتكمل الثلاث سنين دولت. لان اي حد تاني هي بس برضه، وتنبه في الانذار بتاعها دوت ان مفيش ملك ظاهر. يعني يجوز. يجوز. يبقى الافضل استاذه نجاة انك تلجئي للضرائب العقاريه وبس. وبالافضل شهر بشهر. والافضل برضه تعمل محضر اثبات حاله ان مفيش مالك. ده خطوه ثانيه. هم السكان كلهم يروحوا يعملوا محضر اثبات حاله ان العقار حاليا بدون مالك نظرا لوجود منازعات، ومش عارفين مين اللي نديله الاجره. تمام. معانا تليفون. مساء الخير. الاستاذه ميرفت اتفضلي يا فندم. ايوه بقول لحضرتك، هو المعاش المبكر اتلغى؟ المعاش المبكر اتلغى؟ اتلغى تطبيقه بعد من كان 12/2019 على ما اتذكر، ومش هيتصرف حتى لو حبيتي تطلعي معاش مبكر الا بعد بلوغ سن 60. بعد ايه حضرتك؟ بلوغ سن 60. بلوغ 60 مش عارف. غالبا الكلام ده حصل في 12/2019. طب يعني مش ممكن اقدم عليه يعني ولا حاجه؟ لا يا فندم.
أي استفسار تاني يا فندم؟ لا شكرا. أنا بشكر حضرتك يا فندم. سيادة المستشار، يعني القضاء المستعجل هل ليه محكمة مختصة ولا ممكن يرفع في المحكمة الكائن في دائرتها محل النزاع؟ هو ولا لازم يكون في دائرتها محل النزاع، والمحكمة المختصة طبقا نص المادة 45 من قانون المرافعات هي المحكمة الجزئية. المحكمة الجزئية المحكمة الكائن الجزئية في دائرتها محل النزاع. محل النزاع تمام، مش مرتبط بقيمة معينة فعلا. لا 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 لا، لان احنا ممكن اشكال في تنفيذ حكم برقم والكلام دوت، ممكن بيتعمل الاشكال في نفس المحكمه الجزئيه. المحكمه دي تمام. ام مينا اتفضلي يا فندم، حاولي تكلمينا مره ثانيه يا استاذه ام مينا. الخط قطع. سياده المستشار، لو في قضيه منظوره بالفعل ما بين طرفين واستدعى الامر لظرف طارئ وتوافرت شروط الدعوه المستعجله، هل ممكن ارفع دعوه مستعجله ولا طالما منظور امام المحاكم لا يجوز لي ان الجا للقضاء المستعجل؟ يتوقف على طبيعه النزاع القائم. يعني مثلا شاهد، والشاهد ده يعني ما بين الحياه والموت. يعني انا رافع دعوه موضوعيه مثلا بدعوى الزام بتحرير عقد ايجار او دعوى طرد لعدم توفر شروط الامتداد. ومن ضمن الناس في ساكن شاهد من ضمن الناس اللي هيتسألوا في القضيه ديت وعلى سفر. تمام. هنا من حقي ان انا ارفع دعوه مستعجله بسماع الشاهد او دعوه مستعجله باثبات حاله او على حسب طبيعه النزاع اللي انا هصوره. مش معنى ان انا التجأت للقضاء الموضوعي اني لو حصل حاجه في النزاع تستدعي ان انا ينعقد ليها الاختصاص في القضاء المستعجل، ان انا ما التجئش للقضاء المستعجل. معنا تليفون استاذة سامية، اتفضلي يا فندم. استاذة سامية، استاذة سامية معنا؟ ايوه اتفضلي يا فندم، سؤال حضرتك. حضرتك بالنسبة للايجار، في كان عاملين ايجار لساكن عقد جديد، يعني حضرتك مالك جديد ولا مستاجر يا فندم؟ لا احنا ملاك، بس احنا كذا واحد ملاك. ايوه مجموعه، في يعني واحد منهم هو اللي عامل العقد، وحاليا هو مش موجود هنا في مصر، مسافر امريكا ومش عارف يرجع يعني. والعقد كان قال محامي عمل قضيه، وبعدين اما مشي في القضيه جه دفع فراحت القضيه اتلغت. يعني دفع دلوقتي العقد جارية. مش موجود الاصلي، فاحنا مش عارفين نعمل حاجه مع الساكن ده، مش بيدفع برضه. يا أستاذة سامية، حضرتك عملتوا دعوة ضد مستأجر مش بيدفع، هو كان من أيوة قبل ما يسافر من أكتر من، وبعدين دفع القيمة الإيجارية أثناء نظر الدعوة، فتلغت أو حاجة. تمام، إنه دفع الإيجار، دفع أيوة، بعد كده رجع بقى تاني لما هو سافر بطل يدفع، انقطع تاني يعني. ما بطل بقاله حوالي 13 أو 14 شهر يعني. مع حضرتك أصل عادي الإيجار؟ ما هو المشكلة احنا عندنا صور، هو الاصل خده وده المحامي، والمحامي ده توفى ومش عارفين لا رقم القضية ولا العقد الاصلي، فعندنا صورة بس من العقد الاولاني. طب استاذ سامية، الايجار دوت ايجار عقد قانون قديم ولا جديد؟ لا قانون جديد. قانون جديد محدود المدة، مفروض 5 سنين، بس هو ما بيدفعش والعقد مش موجود. ومش معاكي ما يثبت القيمة المحددة دي؟ معايا صورة من العقد، إنما الأصلي اللي هو مضيع عليه. إيه الموقف يا فندم؟ طيب واحد من الملاك. مستندات ملكية العقار. نعم؟ مستندات ملكية العقار. مع حضرتك. معانا مستندات. طيب يجوز، أولاً القانون هنا بيحدد إن يجوز لأحد الشركاء على الشيوع إدارة المال الشائع. منها قامت الدعوة وتتبع المستأجرين في سداد الإيجار. طب ما هي مش عارفة يا فندم إمتى أجرت له إمتى؟ ما هي بقت كده هترجع للقضية. هترجع للقضية. القضية. هتجيبي صورة رسمية. اسمعي يا أستاذة سامية. هتجيبي صورة. اسمعي سيادة المستشار بيقول إيه يا فندم؟ صورة رسمية من القضية كلها كاملة اللي كانت مرفوعة. لا إحنا عندنا صورة فوتوكوبي مش رسمية. طب تمام، هترفعي قضية دعوة إخلة للتكرار. دعوة إخلة للتكرار في امتناع عن سداد الأجرة، وهتطلبي من المحكمة ضم القضية الأولانية. أستاذ سامية معانا؟
قفلت يا فندم. ايه الخطوات يا فندم تاني؟ هي ترفع دعوى اخلال التكرار في الامتناع عن تنفيذ السلم. يجوز ده بالنسبه للعقود المؤجره محدده المده؟ محدده المده. يعني هي بتقول 5 سنين، انا ما اعرفش العقد فاضل له قد ايه والكلام دوت يعني. تمام؟ و هتقدم مستندات الملكيه ان هي مالك عشان يبقى ليها الصفه. وهتطلب ضم القضيه الاولانيه اللي مش هينفع تلجا ليه للقضاء المستعجل، لان هيضطر يبحث في قضيه ثانيه ويبص ليها. في القضيه الثانيه هيبقى في عقد الايجار اكيد ممكن بنسبه كبيره هيكون ما اتسحبش. تمام. وهتقدر تضم القضيه وتقدر تتبع المستاجر في. طب سياده المستشار، هي مش عارفه يعني تثبت انه المده 5 سنين تعمل ايه؟ هي بتقول، هي قالت في وسط الكلام عارفه بيانات القضيه. في القضيه عشان انا ارفعها بيبقى اول حاجه في دعاوي الإخلة ان انا لازم اكون عامل انذار ومعايا عقد الايجار. ومكتوب التاريخ فمكتوب في عقد الايجار وبحطه في حافظه، فبقدر اطلع على القضيه اعرف بيانات العقد ان لم يكن هتلاقي العقد موجود فيه. تمام. ده عن طريق القضيه نفسها. بالاضافه ان هو عرض لها الاجره، فسهل قوي بالنسبه لها ثبوت العلاقه الايجاريه من الناحيه ديت، وتطلب الإخلة من الناحيه الثانيه. تمام. تأذنين نخرج الفاصل، وبعد الفاصل نكمل موضوعنا عن المدة الخاصة برفع الدعوة المستعجلة. أعزائي المشاهدين، فاصل، نتواصل معكم.